أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم تضعون عليهم بالإثم والعدوان
وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسرى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب
وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيها السادة، كنا نستمع القرآن الكريم مع قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقارئ العالم العربي والإسلامي وقارئ الإعداد الطاهرة ألا وهو فضيلة الدكتور محمد سالم عامر القارئ المعروف المقيم بمشيئة أبو الشقاف التابعة لبندر ومدينة حوشويز العامرة، وزيعت لكم على اكبر مكبرات الصوت العالمية والمحلية والمعرض الفن الحديث وقصر الضيافة المتنقل ادارة المعلم ابراهيم خشب المقيمين بصلاح ابو حجاج، اتصالا تليفونيا على محلاتنا والمخزن تحت رقم تليفون 011-20-11-27-03. اما ما كل جانب العزاء كان جزاء له وكان سعيه مشكور والبقاء لله وحده.